يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، هل شارب الخمر لا يدخل الجنة أم أنه إذا دخل الجنة لا يشربها؟ يحرم من شراب الجنة، من هذا النوع من شراب الجنة وهو الخمر اللذيذ الطيب، يحرم منه إذا دخل الجنة، يحرم من شرب خمر الجنة عقوبة له. نعم، وليس معناه أنه لا يدخل الجنة. نعم.